نتواجد الآن في الجهة الغربية من مدينة تعز، حيث لا تهدأ المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الانقلابية التي تستميت في السيطرة على مواقع تمركز قوات الجيش الوطني وتحديدا جبل هان. هذا الجبل الذي تشاهدونه أمامكم حيث يمثل موقعا استراتيجيا بالنسبة لمدينة تعز، كونه يطل على خط الضباب المنفذ الوحيد للمدينة وشريان حياة السكان. على الجهة الأخرى يستمر الجيش الوطني بالتصدي للهجمات المستمرة لعناصر الميليشيات برغم القصف الكثيف الذي تشنه الميليشيا من وقت لآخر، ولكنها سرعان ما تتقهقر على محيط هذا الجبل بحسب ما ذكره بعض الجنود هنا. كما أن غياب الإسناد الجوي لطيران التحالف العربي يشكل هو الآخر عائقا أمام تقدم قوات الجيش الوطني. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجهة الغربية لمدينة تعز. Thank you.